ادعوك الى الامل لان الياس من اقوى وامضى اسلحه الاعداء عدوك مش بالهاله دي هو فقط يبالغ في تقدمه ليياسك بسبب ما انت فيه من تاخر يبالغ في هاله يعملها حول نفسه من القوه عشان ترضخ انت بالضعف فتخيل انه من اقوى وامضى اسلحه الاعداء انه يأسك ولذلك القرآن نص على ان اليأس ليس من اخلاق المؤمنين اللي عارف ربنا عمره ما ييأس ابدا قال الله عز وجل ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون لا تقنطوا من رحمة الله الله مهما كانت الظروف مهما كانت الأحوال مهما كانت المشكلات مهما كانت العقبات هي على الله شيء هين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. ربنا اللي جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم يجعل كل همك وغمك وكربك بردا وسلاما. اشتغل واعمل وخذ بالاسباب واملأ قلبك امل بالله رب العالمين وكان حالك بيقول لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري اللي رعاك وحماك وأواك وكفاك وانت في الرحم في بطن أمك قادر على ذلك وانت في الدنيا الوسعة